شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كان كلامنا حول عالم الاخره وحديثنا في هذه الليله يدور باذن الله تعالى تحت عنوان انكشاف الحجب ونتحدث باذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن النقاط النقطه الاولى لماذا طرح هذا الموضوع النقطه الثانيه مضمون الفكره على نحو الاجمال البحث الثالث الفرق بين فكره انكشاف الحجب ونظرية تجسيد الأعمال، النقطة الرابعة: انكشاف الحجب بنحو جزئي في هذه النشأة البحث الخامس بعض الروايات الوارده في هذا المجال والبحث الاخير يتناول معنى اخر لفكره انكشاف الحجب <applause> أما البحث الأول فهو لماذا نطرح هذه الفكرة والجواب على ذلك باختصار لان هذه الفكره تساعدنا على فهم ذاتنا بنحو افضل كما انها تساعدنا لمعرفه المستقبل الذي ينتظرنا في العالم الجديد يعني عالم الاخره المبحث الثاني مضمون الفكره على نحو الاجمال مضمون هذه الفكره كما يظهر من كلمات بعض العلماء ان كل واحد منا نحن البشر له صورتين الصوره الاولى هي الصوره الظاهريه وهذه الصوره تعد جزءا من عالم الملك هنالك عالمان عالم الملك وعالم الملكوت ربما تكون النسبه فيما بين العالمين هي نسبه التباين وربما يكون عالم الملكوت اعم من عالم الملك يعني يشمل عالم الملك ويشمل غيره على كل حال هنالك صوره ظاهريه تعد جزءا من عالم الملك وهنالك صوره واقعيه تعد جزءا من عالم الملكوت هنالك فوارق فيما بين هذه الصورة وتلك الصورة، الفارق الأول أن الصورة الملكية تمثل الظاهر، ولكن هذه الصورة الظاهريه لا تمثل كامل الحقيقه هذا الشخص الذي يمشي في الشارع وترونه مكونا على هذه الهيئه المعينه هذه الهيئه المعينه لا تمثل كامل الحقيقه وانما هنالك حقيقه وواقعيه اخرى تكمن خلف هذا الظاهر فالصوره الملكيه تمثل الظاهر والصوره الملكوتيه تمثل الباطن هذا هو الفارق الاول الفارق الثاني ان الصوره الملكيه مشتركه جميع البشر يشتركون في هذه الصوره المؤمنون والمنافقون والكافرون الاخيار والاشرار ولكن الصوره الملكوتيه يتميز فيها بعض الافراد عن البعض الاخر الفارق الثالث ان الصوره الملكيه صوره مفروضه على كل واحد منا ولا يوجد خيار لنا في هذه الصوره الجينات الوراثيه هي التي تفرض هذه الصوره بينما الصوره الملكوتيه صوره اختياريه وتصنع هذه الصوره الافعال الاختياريه والسجايا الاخلاقيه الافعال التي يفعلها الفرد الصفات الباطنيه التي يملكها الملكات الواقعيه التي يحملها في داخله هي التي تكون تلك الصوره الملكوتيه هذا هو الفارق الثالث احنا عالم الدنيا عالم الاختلاط الكذب يختلط بالصدق الحقيقه تختلط مع الخيال الواقعيات تختلط مع الاوهام ولكن نشاه الاخره نشاه حق لا كذب فيها بعد كذب ماكو في هذه النشأة، بعد واهم ماكو في تلك النشأة، الواقعيات تظهر كاملة. هذا مثل أنه نحن نعيش في ظلام، مو معلوم في هذا الظلام شنو؟ هنالك احجار وهنالك جواهر وهنالك افراد مختلفون لا نعلم انهم اصدقاء او اعداء هذا في عالم الظلام فاذا اضاتم المصباح الكهربائي واذا بكل شيء يتضح ويحدث هنالك فصل كامل فيما بين الاشياء وعلى قول الشاعر في شعر له ما ترجمته ان نور الفجر هو الذي فصل بين النعجه والخروف في عالم الظلام ما كان هنالك وضوح ولكن عندما يشرق الفجر كل شيء يتضح ذلك العالم عالم الحق ذلك العالم عالم انكشاف الحقائق ذلك العالم عالم زوال الحجر واحد من الافراد راى احد الاموات في عالم الرؤيا فقال له حدثني عن ذلك العالم فقال كلاما ترجمته انه لا احد يعرف في هذا البحر العميق لا احد يميز بين الجوهر والحصى وان الجوهر هو الذي يقربك الى الله سبحانه او الحصات هي التي تقربك الى الله تعالى يمكن احنا تكون عندنا اعمال ضخ تعبنا عليها يمكن اعوام نتعب عليها وعدنا فيها امل كثير ولكن عندما ناتي الى ذلك العالم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا العمل اي قيمه ما عند عند الله تعالى ويمكن فد عمل متواضع لتواضعه لا يبقى في ذهننا، يوم من الايام كنتم على الرصيف وإذا برجل أعمى يريد أن يعبر ومو من شأنكم ومو من مقامكم كما نتخيل أن تأخذوا بيد هذا الأعمى أخذتم بيد هذا الأعمى ونقلتموه إلى الجانب الثاني وإذا بكم تجدون أن هذا العمل في عالم الآخرة له كل القيمة عند الله على كل حال هذه النشأة نشأة الاختلاط ولكن تلك النشاه هي نشاه الحق التي لا باطل فيها هذا هو المبحث الثاني المبحث الثالث ما هو الفرق بين فكره انكشاف الحجب ونظريه تجسيد الاعمال التي تعرضنا اليها فيما مضى الجواب على ذلك فكره تجسيد الاعمال ترتبط بالعمل وفكره انكشاف الحجب ترتبط بالعامل العامل يمثل العله والعمل يمثل المعلول مره نتحدث ان هذه الاعمال التي نعملها لا تمثل اعراضا تنتهي وتنعدم وتتلاشى، وإنما هذه الأعمال تتمثل وتتجسد في يوم القيامة، ومرة نتحدث حول العامل، وأن هذا العامل يحمل في داخله واقعا معينا، هذا الواقع المعين يتجلى في يوم القيامه اذن فكره تجسيد الاعمال ترتبط بالعمل وفكره كشاف الحجب ترتبط بالعامل هذا هو المبحث الثالث المبحث الرابع انكشاف الحجب على نحو جزئي في هذه النشاه نحن عندنا مفهومان مفهوم انقلاب الماهيه وعندنا مفهوم الظهور الماهيه والحقيقه الاخره لا تمثل انقلاب في الحقيقه والماهي وانما تمثل ظهور لهذه الحقيقه والماهي ولذلك هذه الحقيقه موجوده في هذه الدنيا ولكنها تحت غطاء بعض الاولياء يشاهدون هذا الواقع القائم بالفعل، في الايه الكريمه ولو هذه الايه بحثنا الان لا يدور حولها، في الايه الكريمه الله تعالى يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون يأكلون في بطونهم نارا، بعض العلماء قالوا يعني نار الآخرة، ولكن بعض العلماء يقولون: كلا هذه نار بالفعل، ولكنه لا يشعر بها. كيف تكون نارا وهو لا يشعر بها؟ مثل واحد مشلول فاقد للإحساس البدني. يخلي ايده على النار ولا يشعر بذلك، فهذه نار واقعية ولكنه لا يتمكن ان يشعر بها. الاطعمة المحرمة في قضايا متعددة اولياء الله تعالى ينظرون اليها كعقارب وحيات واقعية، نحن نرى انه طعام. ولكن ولي الله تعالى الذي كشف له الواقع يرى ان هذا الطعام حيات وعقارب او ان هذا الطعام قيح ودم وما اشبه ذلك ولذلك ينكمش عن هذا الطعام فهذه الحقيقه موجوده بالفعل ولكن نحن لا نشاهد هذه الحقيقه هنالك قضيتان في هذا المجال احدى القضيتين انه رجل يبدو ان هذا الرجل كان له نوع من القابليه هذه الحقائق لا تكشف لكل احد هنالك افراد معينون احيانا تكشف لهم واقعيات معينه واقعيات كونيه ومن الخطا انه واحد يجي ويفرض احساس على الواقع يقول ما لا احس به فلا واقعية له هذا النوع من الأنانية نوع من قصور الفكر أنه واحد يفرض إدراك على الواقعية ويجعل الواقعية خاضعة لإدراك على كل حال يبدو أن هذا الرجل كان له نوع من الارتباط بالواقعيات أو أنه شاء الله تعالى أن يكشف له جانب من هذه الواقعية، يقول هذا الرجل: كنت في مكان، مكان مليء، وكنت منتحيا جانبا أفكر، جيد واحد بين فترة وأخرى يفكر انه الى اين يسير وما هو المصير؟ لان احيانا واحد في زحام الحياة يغفل. اكو مثال يقولون تحجبه الاشجار عن الغابة. يشوف هذه الشجرة ولكن لا يرى المجموع النتيجة. احنا نلتهي بما حولنا وننشغل. من أن نفتح عيننا في الصباح إلى أن نغمضها في المساء ولكن النتيجة إلى وين دا نتحرك ماذا نعمل هذا يحتاج إلى فترات واحد يفكر في ذاته نقول كنت جالسا جانبا أفكر وإذا بي أشاهد انقلاب تحول هؤلاء البشر الذين كانوا يملؤون هذا المكان رايتهم بصور اخرى ملامح اخرى مو ملامح ادميه فتعجبت ما الذي حدث ما الذي جرى نظرت واذا بي ارى في خلال هذا الزحام كان يقول بعضها هيئات بسيطه وبعضها هيئات مركبه من عده هيئات فرايت انه رجل واحد هو الذي يحمل الملامح البشريه فقط وهو رجل حلاق ان الله لا ينظر الى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم حلا مشغول بعمله ولكنه يحمل صورة بشرية يقول فبادرت إليه وقلت له هل ترى هذا الانقلاب وهذا التحول وما الذي حدث فيقول المرآة، الحلاقين عندهم مرآة عادة، يقول أخذ المرآة وأعطاني المرآة، وقال انظر إلى نفسك. يقول أخذت المرآة ونظرت إلى نفسي وإذا بواحد من هذا الحشد مثلهم، أيضا صورة أخرى غير آدمية. فيقول تأثرت جدا وأخذت هذا المرآة ورميتها على الأرض فقال لذلك الرجل: المرآة لا ذنب لها وإنما يجب عليك أن تصلح نفسك. هذه مثل امرأة قبيحة تقف أمام المرآة فتقول: إن صانعي المرايا أخذوا يغشون فيها. اذن مو في المراه اذن في تلك المراه هذه قضيه القضيه الثانيه باجمال طبعا المرحوم الوالد رحمه الله كان ينقلها في تفصيل ما علي بالتفصيل ان رجلا ذهب الى شخص واقعي وطلب منه منهجا ليرتبط بعالم الواقعيات فاعطاه منهج الرياضه الشرعيه احنا عندنا رياضه غير شرعيه الرياضات الروحيه الرياضات النفسيه شلون الرياضة البدنية تعطي للمرتاض قوة بدنية لا نملكها نحن الرياضة الروحية تعطي للمرتاض قوة روحية وقدرة هائلة لكن الرياضة الروحية على نحوين مرة الرياضة لا تكون رياضة رحمانية إلهية تكون خارج إطار الشارع ومرة تكون داخل الإطار الشرعي والضمن الضوابط الشرعية فأعطاه منهج معين من ضمن هذا المنهج ألا يأكل اللحم أو لا يشتري شيئا من السوق تعلمون على ما ببالي أن هذا من المكروهات الشرعية انه واحد يشتري من الاسواق هذا على ما ببالي مكروح وفيه روايات ناهيه الا اذا واحد مضطر بعد اذا مضطر الاضطرار يبيح المحظورات وغير المحظورات وهذا فيه جهات اقتصاديه نفسيه روحيه جهات عجيبة أكو في هذا الحكم الشرعي على كل حال فأعطاه منهج ضمن هذا المنهج أنه لا يأكل اللحم أو لا يأكل شيئا من السوق الترديد مني أنا الناقل يقول بعد مدة من المدد يمكن أربعين يوم الوالد كان ينقل يقول في يوم من الأيام كنت في غرفة ففكرت أن أشرف على السوق بيت غرفته كانت مشرفة على السوق يقول فنظرت وإذا بي أشاهد أن الوضع قد تبدل وماكو هنالك إنسان في هذه السوق وإنما هنالك كائنات أخرى البائع له شكل آخر، المشتري له شكل آخر، الذين يمرون لهم أشكال ثانية فأخذتني حالة من الوحشة ما الذي حدث؟ ثم فجأة جاء إلى ذهني أن هذه الحالة ربما تكون على أثر تلك الرياضة الشرعية التي قمت بها في هذه المدة، شفت أنا ما أطيق هذه الحالة، هذا يحتاج إلى أعصاب، يقول فوراً كان اكو خادم قلت له: اذهب إلى السوق واشتري لحماً مطبوخ يعني وجيب يقول جاء باللحم المطبوخ واكلته استخالف بند اكل اللحم او بند الاكل من السوق بعد ذلك اتيت واشرفت على السوق شفت لا بشر يبيع يشتري يتحرك يقول بعدين ذهبت الى استاذي المرشد المعلم فقلت له القضية قال لماذا فعلت ذلك هذا أول الطريق كان هذا أول ارتباطك بعالم الحقائق والواقعيات لماذا كسرت الرياضة الشرعية قلت أنا الطاقة ما عندي نذكر بعض الروايات في البحث الخامس الواردة في هذا المجال، التي تؤيد هذه الحقيقة التي ذكرناها كليا أو جزئيا. بعض هذه الروايات ترتبط بهذه النشأة، وبعضها ترتبط بالنشأة الأخرى. الرواية الأولى لعلها تدل على المطلوب. في الكافي في الجزء الخامس صفحة عشرين عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة الحشر يكون طبق النية ووفق النية الروايه الثانيه في بحار الانوار جزء سبعه واربعين صفحه تسعه وسبعين عن ابي بصير الروايه مطوله اقتطع منها قطع قال الامام الصادق صلوات الله عليه يا ابا بصير ان اكثر من ترى قرده وخنازير طبعا هذه كلمه مره ولكنها تعبر عن حقيقه صدام كمثال والصداميون الذين عاشوا ذئابا طول عمره هؤلاء ما كانوا بشر ما هو الفرق بينهم وبين الذئاب بل لعل الذئاب تعتبر ان تشبيه هؤلاء بها هضما في حقها لان الذئاب ربما تمشي في الطريق الذي وضعه الله تعالى لها ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ولكن هؤلاء الذين عاشوا ذئابا طوال اعمارهم عاشوا سباعا طوال أعمارهم، القوة السبعية كانت توجه جميع أعمالهم، السبع ماذا يفعل؟ يقتل، يقطع، يجرح، يثب، هذه هي المنظومة الفكرية التي يعيش فيها سباع الغابة، هل تتعجبون؟ اذا في يوم القيامه هؤلاء حشروا على صوره الذئاب، اكو تعجب في ذلك، اللي عاش ذئبا طوال حياته، هل هنالك عجب ان يحشر ذئبا في يوم القيامه؟ او ان يكون واقعه الذي ينظر اليه اولياء الله، واقع ذئب، واقع سبع من السباع الضارية. لا عجب في ذلك okay. اللي عاش بهيمة طوال حياته كلمة كلمة حادة ولكنها حقيقة ليش واحد يتأثر من الحقيقة الله تعالى يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لعل وجه الأضلية أن البهيمة تمشي في طريقها اللي الله تعالى عينه لها ولكن ذلك الرجل الذي يعيش كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه بين نثيله ومعتلفه في الخطبة الشقشقية هذا الرجل الذي عاش بهيمة طوال حياته منظومة الفكرية لا تعد منظومة البهائم بل هو اظل هل عجيب ان يحشر يوم القيامه على شكل بهيمه او ان يكون واقعه الذي ينكشف لاولياء الله تعالى واقع بهيمه لا عجب في ذلك قال يا ابا بصير ان اكثر من ترى في قضيه قرده وخنازير ولعله طبعا والله اعلم قضية المسخ التي كانت تجري في الامم المتقدمه لعلها كانت ظهور للواقعيات، الواقعيه تظهر "قلت له ارنيهم قال فتكلم بكلماتٍ" ثم أمر يده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير فهالني ذلك ثم أمر يده على بصري فرأيتهم كما كانوا في المرة الأولى شبيه هذه الرواية مذكورة في بحار الأنوار جزء 64 صفحه ميتين وواحد ونظير ذلك ايضا مذكور في جزء سبعه صفحه ثلاثين هذه ايضا روايه من جمله الروايات الروايه المذكوره في تفسير البرهان وهي روايه مطوله مذكوره في المجلد الرابع من هذه الطبعه صفحة خمسمية في سورة الاسراء رواية جدا مطولة وسندها معتبر علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام وهذه الرواية مشحونة بالمعارف المختلفة النبي صلى الله عليه واله طبق هذه الرواية هذا مقطع من الرواية ثم مضيت فإذا فإذا انا بأقوام لهم مشافر كمشافر الابل يقرض اللحم من جنوبهم ويلقى في افواههم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل فقال هؤلاء الهمازون اللمازون هنالك رواية أخرى نكتفي بها مذكورة في تفسير نور الثقلين من هذه الطبعة المجلد الخامس، هذه الرواية رواها الشيعة والسنة أيضاً. أنا رأيت هذه الرواية في تفسير الفخر الرازي أيضاً. ومذكورة أيضاً في تفسير الزمخشري، ومذكورة في كتب كثيرة هذه الرواية. كان معاذ بن جبل أو معاذ في سفينة البحار يقول معاذ جالسا قريبا من رسول الله صلى الله عليه واله في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور في سورة النبأ فتأتون أفواجا، أفواج يعني شنو؟ فقال يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر ثم أرسل عينيه لعل المراد بالدموع ثم قال يحشر عشرة أصناف من أمتي اشتاتا قد ميزهم الله تعالى من المسلمين وبدل صورهم بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم يسحبون عليها يعني على وجوههم وبعضهم عمي يترددون لعل في الآية الكريمة إشارة إلى ذلك ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى مو يعني أعمى العين يعني أعمى القلب وبعضهم صم وبكم لا يعقلون وبعضهم يمضغون ألسنتهم الرواية مفصلة إذا حبيتوا راجعوها ثم النبي صلى الله عليه واله يبين أن أي عمل يؤدي إلى هذه النتيجة ننتهي إلى البحث الأخير وهو معنى آخر لانكشاف الحجر، الآن نترك هذا البحث الذي ذكرناه جانباً المعنى الاخر هو الذي يمكن ان تشير اليه الايه الكريمه قول الله تعالى حيث يقول يوم تبلى السرائر البواطن تنكشف لا نريد المعنى الاول الذي ذكره بعض العلماء نريد معنى اخر إحنا الأعمال التي نعملها شوية دققوا في هذه القضية ما هي البواعث إلى هذه الأعمال البواعث المفترضة ثلاثة أنواع النوع الأول أن تكون البواعث بواعث شهوية حاتم الطائي مذكور عنه كان كريم جدا ولكن لماذا كان كريما اكو شعر ينقل عنه اذا هذا الشعر الى واقعية اذا واقعا هذا كان غرضه يخاطب زوجته ماوية كانت تعترض عليه ليش الشكل تنفق تخلينا في فقار قال لها أماوية إن المال غاد ورائح المال يجي ويروح ويبقى من المال الأحاديث والذكر أما الذكر يبقى وفعلا ذكر حاتم بقي إلى هذا اليوم إذا واقعا حاتم هذا كان هدفه هذا الباعث باعث شهوي شهوة المدح شهوة الذكر هذا النوع الأول النوع الثاني أن تكون البواعث بواعث عقلانية. هنا نقطة دقيقة. العام حفظه الله كان في حديث له يشير إلى هذه النقطة. واحد يجي إلى بيته ويتخذ سياسة الحلم في بيته حليم زوجته تعترض عليه فيقابلها بصدر راح يديرها ادارة جيدة لا ينتقدها في شيء ولكن ليش لماذا لان يفكر انه انا رجل عندي شخصيه اجتماعيه اذا اتخاشن في البيت هاي زوجتي تروح تفضحني في الملا انا ما اتهنئ بهذه الحياه العلماء يقولون أوه. اجعل من الليمونه الحامضه شرابا حلوا هاي الليمون الحامضة اللي ما تتمكنون تجرعوها شوية أضيفوا إلها ماء وسكر تتحول إلى شراب طيب فهذا يريد يعيش حياة هائل هانئة يقولون ما عنده خلق الطلايب الشكل يقولون يريد يعيش حياة هانئة جيد هذا الباعث الى باعث عقلي هذا النوع الثاني ولكن هذا اللي يتعامل بهذا المنطق في عائلته هل له حق على الله تعالى انت ماذا كنت تريد كنت تريد حياة هانئة حصلت الحياة الهانئة من عمل لي ولغيري وكلته لغيري حصلت الحياة الهانئة ما هو حقه على الله تعالى بأي مناسبة يطلب من الله تعالى الآجر والجن ما إله النوع الثالث أن يكون الباعث متمح حظا في الباعث الإلهي والداعي الإلهي يعني يداري زوجة لأن الله أمر بذلك لهذه الجهة هذا هو النوع الثالث إحنا في كثير من الأحيان إذا لم يختلط الباعث الشهوي بالباعث الالهي ولكن يختلط الباعث العقلي بالباعث الالهي وهذه قضيه دقيقه احنا يجب ان نفكر لماذا نعمل هذه الاعمال عندما اصل الرحم لماذا لأن الله أمر بذلك أو حتى ليحجون عليّ يقولون فلان قاطع للرحم الأشكال واحدة المظاهر واحدة ولكن في يوم القيامة تنكشف الحجب بهذا المعنى الثاني يوم تبلى السرائر البواطن تظهر بهذا المعنى، فما له من قوة ولا ناصر. كلاهما ذهبا إلى الحج ولكن شتان بين العملين، كلاهما بنيا مسجدا ولكن شتان بين العملين، احنا يجب علينا في هذه النشأة أن نكشف الحجب عن نوايانا وذواتنا وأعمالنا ما يقول بعض العلماء يعبر عن هذه الحالة بعملية الاستبطان الذاتي أنه أنا ليش دا أعمل إلى وين دا أروح وأن إلى ربك المنتهى لولا الشيخ محمد جواد البلاغي هذا الرجل العظيم الذي نقل انه عندما مات النواقيس دقت فرحا بموته لانه وضع المسيحيه المحرفه في زاوية حرجة بكتبه ببحوثه بالمعاناة الطويلة اللي عاناها في حياته لكشف حقيقة المسيحية المحرفة هذا الرجل ذاكرين في أحواله عندما طبعت كتبه أنا في مكان ثاني قاري أنه باع بيته لطباعة كتابه يعني شوفوا حجم المعاناة هذه الأتعاب كم سنة تعى إلى أن تعلم اللغة الإنجليزية واللغة العبرية وحقق ونقع أنا المؤلف كاتبين في بعض الكتب انه لم يكتب اسمه على كتبه طبعه بلا اسم بينما مؤلف يتعب طبعا القضيه جدا دقيقه قضيه البواعث من ادق القضايا من أهم مزالق الشيطان يمكن واحد يخلي اسمه على كتابه أو على مسجده واقعا لله الله ما يتقشمر احنا نقدر نقشمر الناس ونقشمر المجتمع لكن الله ما يتقشمر الله لا يخدع عن جنته ليش تخلي اسمك على كتابك ليش عندك باعث الهي اكرم وامن اما اذا الباعث مو الهي فهذا الكتاب مو في صراط الله تعالى يوم القيامه هذه القضايا تظهر واحد واحد لماذا تخلي اسمك على مسجدك الذي بنيته بكد اليمين وعرق الجبين لله أكرم وأنعم بهذا الباحث للشهرة إذا ما إلك حق على الله سبحانه وتعالى المحدث القمي نختم بهذه القضية رحمة الله عليه صاحب المفاتيح عندما كتب كتاب منازل الآخرة كتاب جدير بالمطالعة كان احد الخطباء ياخذ هذا الكتاب منازل الاخره يصعد فوق المنبر ويقرا من هذا الكتاب والد المحدث القمي كان يحضر ذلك المجلس فكان يجي الى البيت ويقول لابنه لابنه انه عندنا خطيب يقرا من كتاب مطالب جدا رفيع شامخ ويمكن لعله انتم اكتب مثل هذا الكتاب لعله هذا المقطع موجود المحدث القمي كان يتمكن يقول يا ابي انا مؤلف هذا الكتاب ولكنه لم يكن يقول ذلك لوالده وكان يقول لوالده ادعو الله لي بالتوفيق يوم تبلى السرائر هنالك تظهر الواقعيات فيجب علينا ان نحاول ان نرى ما هي بواعثنا الحقيقية ونكشف نحن عنها الحجاب قبل أن تكشف أمام الناس في يوم القيامة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا